اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره دكتور احمد ثابت. نتكلم عن اهم نقاط القوه والضعف في منتخب جنوب افريقيا، وايضا اهم الارقام والاحصاءات والمقارنات ما بين لاعبي منتخبنا الوطني الاولمبي ومنتخب جنوب افريقيا. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. بارك الله فيك. كله تمام الحمد لله. النهارده مباراه مهمه، مباراه صعبه لمنتخبنا الوطني. اهم ما يميز منتخب جنوب افريقيا قبل بدايه هذه المباراه؟ طبعا في البدايه يعني كل الناس النهارده او كل مصر عندها حلم واحد، هو الفوز باذن الله والتاهل للاولمبياد باذن الله. ان شاء الله الحلم يتحقق. بالتاكيد منتخب جنوب افريقيا واحد من المنتخبات القويه، يعني منتخب قوي جدا في البطوله، بيلعب كره كويسه جدا، عندهم سرعات مميزه جدا هنتكلم عليها دلوقتي. اقوى خط دفاع في البطوله النهارده، اقوى خط دفاع في البطوله بيواجه اقوى خط هجوم. منتخب جنوب افريقيا يمكن لعب 3 مباريات، كسب مباراه، اتعادل مباراتين، ما خسرش ولا مباراه. ايوه. منتخب مصر لعب 3 كسب الـ3. منتخب مصر احرز 6 اهداف في 3 مباريات، يعني معدل هدفين في المباراه الواحده، اقوى خط هجوم في البطوله. لكن منتخب جنوب افريقيا احرز هدف واحد بس، كان من ضربه ثابته دخلت شباكهم، اهداف 0، يعني محافظين على نظافه شباكهم 3 مباريات حتى الان في البطوله. ان شاء الله النهارده تتفك باذن الله منتخب مصر يسجل فيهم. فبالتالي انت بتتكلم على منظومه دفاعيه محترمه بتقابل منتخب جنوب افريقيا، بيدربهم المدرب ديفيد. طبعا هم بيلعبوا بال4-3-3 او البعض بيقراها 4-1-4-1، هي 3 ارتكاز في وسط الملعب. عندهم هم كل التشكيله بتاعتهم كلهم في الدوري جنوب افريقيا ما عدا 2 محترفين، رقم 9 ورقم 11. ايوه. اللي هو المهاجم فوستر ولوسر سينج اللي هو رقم 11، كلهم من جنوب افريقيا. يعني لو بصينا على التشكيله، دارين جونسون ده حارس مرمى اياكس كيب تاون الجنوب افريقي، الاثنين المساكين موكوميلا بيلعب في اياكس كيب تاون رقم 18، وده في بعض الاحيان بيخش كارتكاز دفاعي. ماليبي المدافع الثاني بيلعب في نادي شيبا يونايتد، جوناس الظهير الايمن رقم عنده 18 سنه اللي هو رقم 7، وده واحد من نقاط الضعف النهارده الباكين هنتكلم فيهم ازاي نستغلهم، رغم ان هم ما دخلش فيهم اهداف الا ان هنتكلم على نقاط ضعف واضحه عندهم. المهاجم مهامي اللي هو الباك الشمال مهامي بيلعب في جامعه بريتروبيا لكره القدم في جنوب افريقيا. نركز بقى نعمل دايره على رقم 4 موكوينا اللي هو بيلعب في سوبر سبورت يونايتد الجنوب افريقي، وده مميز جدا بالتسديد من مسافات وبيلعب الضربات الثابته. ررقم 4 قيمته التسويه 900,000 يورو، ثاني اغلى لاعب في الفرقه. رقم 8 مارجيمان اللي هو الارتكاز الثاني، لاعب ارتكاز اياكس كيب تاون. مبولي بيلعب في سوبر سبورت يونايتد. الثلاثه اللي قدام هم الثلاثه الاخطر في الفرقه طبعا مع رقم 4، مهالاتسي اللي هو الجناح الايمن رقم 6 سريع جدا، يعني واحد من بيمتلك سرعات رهيبه. لوسر سينج المحترف في موريرينزي البرتغالي، معار من براغا البرتغالي، ده واحد من اهم اللعيبه واهم لاعب في الفرقه رقم 11، والنهارده كريم العراقي بيقابله. تمام. المهاجم مهاجم فوستر بيلعب في سيركل بروج البلجيكي، 600 قيمته التسويه 900,000 يورو. تمام. قبل بس ما تكمل كلامك عايزين نقول التشكيل الرسمي لمنتخبنا الوطني الاولمبي لهذه المباراه. هو التشكيل الحقيقه هايل جدا من الكابتن شوقي غريب في حراسه المرمى، محمد صبحي ناحيه اليمين، كريم العراقي ناحيه الشمال، احمد ابو الفتوح ثلاثي في قلب الدفاع، محمد عبد السلام واسامه جلال واحمد رمضان بيكم، ثم ثنائي في وسط الملعب اكرم توفيق بجانبه عمار حمدي، وعلى الشمال رمضان صبحي كابتن منتخبنا الاولمبي، وعلى اليمين عبد الرحمن مجدي نجم النادي الاسماعيلي ونجم هذه واحد من نجوم هذه البطوله، ايضا في الامام نجم نادي الزمالك وواحد ايضا من نجوم هذه البطوله مصطفى محمد، راس حربه وحيد في هذه المباراه. تشكيل اعتقد جيد جدا لكابتن شوقي غريب، شايف نقاط القوه والضعف، اعتقد بيحاول ان هو يؤثر على المنتخب الجنوب افريقي. هقول لحضراتكم ازاي ولكن لما نيجي نتكلم على الامور الفنيه. اعتقد تشكيل جيد، تشكيل جيد، وده نفس التشكيل اللي هو بس اختلاف دخول عمار حمدي اللي كان موقوف فدخله، نفس الفكره برضه. عبد الرحمن مجدي ماشي بشكل كويس في البطوله فبيعتمد عليه بشكل اساسي للمباراه الثانيه على التوالي، تشكيله ممتازه وهي نفس فكر كابتن شوقي غريب باذن الله ان شاء الله تكون التشكيله موفقه. يمكن تمام. اهم حاجه في منتخب جنوب افريقيا الجناحين اللي هو رقم 6 مهالاتسي ولوسر سينج، دايما فاتحين الملعب، دايما بيلعبوا جنوب افريقيا على كده طول حياتها كده، الوينجين على الاطراف دايما كده، يعني بص حضرتك هتلاقي ده وده دايما فاتحين على اخر الملعب دايما، والمهاجم بيبقى يعني طبعا احنا النهارده بنلعب بثلاثه ورا، فبالتالي انت عندك عمق مميز، وكابتن شوقي غريب بيقابلهم بعمق مميز، ولكن خطورتهم ان هم دايما عندهم الطرفين الوينجين
دايما فاتحين ايه؟ فاتحين الطرف بالشكل ده، ده دايما بيلعبوا على اخر الطرف، ودايما تلاقي ان هم عندهم عمليه اهم نقطه واهم ميزه هي السرعات، سرعه التحول من الدفاع للهجوم في منتخب جنوب افريقيا. هتلاقي رقم بيلعبوا يعني الوينجات دي لما بتبقى فاتحه رقم 8 مثلا بيلعب لهم التمرير الطولي في ظهر الباك الشمال الباكين، فبتلاقي ان الكره لو هنا مثلا عرضيه هتتلعب عرضيه هتلاقي الجناح الثاني قاطع الجناح العكسي تتحول لمهاجم تاني. دي اللعبه الجمله المتحفظه اللي بيلعبوا عليها طول البطوله. دايما الكره بتتلعب تمرير طولي ورا الباك، الباك يقوم عامل عرضيه للجناح الثاني اللي هو الجناح ده اللي هو مهالاتسي بيعمل عرضيه لفوستر، فوستر سواء المهاجم او اللوسر سينك اللي هو الجناح الشمال تلاقيه قاطع من ورا كريم العراي ومن ورا اسامه جلال ويتحول كمهاجم تاني. لو شفنا صور الحالات اول حاله اتاكد الكلام ده، هم اهم ميزه المنتخب جنوب افريقيا التحول السريع، عندهم سرعات رهيبه. بص حضرتك هتلاقي الهجمه بداوا الهجمه في الدقيقه 69 والثانيه نركز في الثانيه 22 دي في وسط الملعب. لما نلاقي الكوره اتلعبت هتتلعب من ورا الباك نفس الفكره، النهارده هيستغلوا المساحه اللي ورا احمد ابو الفتوح، بتتلعب تمرير طولي اهي في الثانيه كام 22. نبص على الصوره اللي بعدها هنلاقي ايه، الهجمه وصلت للدقيقه للثانيه 25 اهي من ورا الباك الشمال. بعد كده في الصوره اللي تحتها الهجمه انتهت في الدقيقه كام الثانيه 29، يعني بدات في الثانيه 22 وانتهت في الثانيه 29، بسرعه رهيبه جدا بتتكلم في 7 ثواني. وبص حضرتك هتلاقي على اخر الطرف الشمال لوسر سينج، لوسر سينج راح قاطع وداخل لجوه او البديل بتاعه رقم 10 هتلاقيه برده نفس الفكر، هتلاقيه قطع وتحول كمهاجم تاني. فالجمله دي والنهارده منتخب جنوب افريقيا الخطوره كلها في المساحه اللي ورا احمد ابو الفتوح والمساحه اللي ورا كريم العراقي والكرات العرضيه اللي هتتلعب من خلفهم. الصوره اللي بعدها برده هتلاقي في هجمه بنفس الكربون، دي كانت مباراه كوت ديفوار قدامنا على الشاشه برده نفس الجمله، اتلعبت برده عرضيه من ورا الباك الشمال سرعه التحول، الهجمه برده ما اخدتش يمكن من الدقيقه من الثانيه 19 للثانيه 21 3 ثواني. الصوره اللي بعدها برده هنلاقي نفس الفكر، اهو المهاجم اللي هو الجناح اتحول كمهاجم تاني في العمق. فده خطورتهم اهم حاجتين، سرعه التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، الحاجه الثانيه التحول الجناح لمهاجم. رقم 3 وهي الضربات الثابته، عندهم اللاعب رقم 4 اللي احنا علمنا عليه اللي هو لعيب الارتكاز مكوينا اللي هو بيلعب في سوبر سبورت يونايتد، مميز جدا في تسديد الضربات الثابته. قدامنا الصوره هنلاقي ان هو مميز جدا ده الهدف الوحيد اللي جابوه. شوطه هو حتى كررت اكتر من مره في اكتر مباراه، ضاعت في بعض الكرات ولكن بتمثل سلاح مهم جدا في تسديد الضربات الثابته للاعب رقم 4. زي ما قلنا اخطر لاعب فيهم مين؟ لوسر سينج اللي هو رقم 11 اللي هو بيلعب في الدوري البرتغالي. يمكن في مقارنه ما بينه وما بين رمضان صبحي، اهم يعني يعتبر اغلى لاعب في الفرقه هنا واغلى لاعب هنا في القيمه التسويقيه، لوسر سينج اللي هو رقم 11 ورمضان صبحي رقم 10 طبعا في منتخب مصر، ده بيلعب في النادي الاهلي والتاني بيلعب في مورينز البرتغالي، معار من براجا البرتغالي. يمكن ما بداش اول ماتش لوسر سينج، ده لعب من تاني مباراه اخذ رجله المباراه في مباراه واحده، رمضان لعب الثلاث مباريات اخذ في مباراه واحده، رمضان احرز هدف وصنع هدف وصنع اكتر لاعب في البطوله صانع فرص 10 فرص واكتر لاعب في البطوله عامل مراوغات ناجحه 15 مراوغه ناجحه رمضان صبحي. لكن لوسر سينج صنع 4 فرص في ماتشين، ده بياكد لك ان هو واحد من اهم المفاتيح اللعب المنتخب جنوب افريقيا اللي هو رقم 11. قيمته التسويقيه 1,080,000 يورو، هو اغلى لاعب في منتخب جنوب افريقيا. رمضان صبحي 5 مليون يورو. رمضان صبحي اول مشاركه دوليه مع المنتخب الاول كان 17 سنة و11 شهر و18 يوم. لوسر سينج أول مشاركة دولية مع المنتخب الأول 19 سنة 7 شهور 23 يوم، فأنت بتتكلم أهم لاعب هنا رمضان صبحي وأهم لاعب هنا أو مفتاح أخطر لاعب أو أغلى لاعب تسميها على حسب ما تسميها سواء أخطر لاعب أهم لاعب، لوسر سينج هنا رمضان صبحي هنا. برضو نيجي للهداف، هداف البطولة وواحد من أهم المهاجمين في البطولة مصطفى محمد، عندهم برضو المهاجم فوستر، المهاجم فوستر يمكن ما سجلش اهداف ولكن هو محترف في الدوري البلجيكي، مهاجم كويس جدا برضو، قيمته التسويقيه اغلى من مصطفى محمد قبل البطوله، اعتقد بعد البطوله ان مصطفى محمد ممكن القيمه التسويقيه بتاعته تعلى 100%. فوستر عنده 19 سنه بيلعب في سيركل بروج، ما جابش ولا جون في المباريات اللي لعبها او عدد الدقائق اللي لعبها، لعب 142 دقيقه برضو ما لعبش اول مباراه في البطولة. مصطفى محمد لعب 3 مباريات ب 256 دقيقة، هداف البطولة بأربع أهداف، لاعب نادي الزمالك، قيمته التسوية 540,000 يورو. لكن فوستر قيمته التسوية 900,000 يورو لأنه بيلعب طبعا في الدوري البلجيكي.
فانا اعتقد ان مصطفى محمد هيعدي ان شاء الله بعد البطوله. اثنين حراس المرمى لهم دور مهم جدا يا طبعا، يعني انت بتتكلم النهارده احنا بنقول ان هو اقوى خط دفاع في البطوله منتخب جنوب افريقيا، اكيد ورا الرقم ده ان هو عندهم حارس مميز. حارس مميز وده اللي هيبينه الارقام برضو. يعني الحارس جونسون بيلعب في اياكس كيب تاون في جنوب افريقيا، الحارس عندنا محمد صبحي بيلعب في نادي الزمالك، اللي يمكن جونسون ما استقبلش ولا هدف في ثلاث مباريات، ثلاثه كلين شيت، لكن محمد صبحي لعب ثلاث مباريات استقبل ثلاث اهداف، حافظ على نظافه شباكه ومباراه واحده بس. نيجي برضو الاهم رقم اللي هو السيفز اللي هو التصدي صحيح للتسديدات، هنلاقي ان محمد صبحي ست تسديدات، الحارس بتاع جنوب افريقيا ثمان تصديات. اذا حارس مميز جونسون واحد من نقاط القوه عند جنوب افريقيا. تمام، اهم نقاط الضعف بقى اللي موجوده في جنوب افريقيا، اهم حاجه في نقاط الضعف النهارده واللي لازم نستغلها رغم ان ما دخلش فيهم ولا هدف، هي التغطيه العكسيه. الظهير الايمن والظهير الايسر، طبعا احنا عارفين ان الظهير الايمن والظهير الايسر مهم جدا ان هو يرحل ويغطي في التغطيه العكسيه في الكرات العرضيه تحديدا. مظبوط، فانت عندك النهارده نقطه قوه مصر في البطوله الكرات العرضيه لمصطفى محمد باذن الله لما نلعب عليها بشكل مميز جدا. بس اتمنى ان الكرات العرضيه النهارده تتلعب على القائم القريب البعيد اكتر. يعني مثلا لو بالفتوح هنا لو اتلعبت على القائم البعيد، ليه؟ لان هو عندهم مشكله ان الباك الشمال ده ما بيرحلش، التغطيه العكسيه عنده دخوله للعمق سيئه، وبالتالي لما تتلعب لمصطفى محمد على القائم البعيد تقدر تستغلها. كذلك برضو الباك اليمين النهارده لو كريم العراقي متقدم لو رفعها على القائم البعيد تفرق. في برضو حل تاني ان ممكن رمضان صبحي يدخل للعمق وتقدر كريم العراقي يرفعها له لان القائم البعيد. لو بصينا على اول صوره معانا هنلاقي، بص حضرتك الصوره، مشكله التغطيه العكسيه ده قدام نيجيريا. بص حضرتك الباك الشمال بتاع جنوب افريقيا واقف فين والكره بتتلعب من وراه، يعني بص هو واقف اصلا باصص للكوره، دايما باصص للكوره والناحيه الثانيه فاضيه، والناحيه الثانيه فاضيه، مركز مع الكوره مش مركز مع المان بتاعه. وبالتالي الكره اتلعبت عرضيه، الصوره اللي فوق هي تلاقي الكره اتلعبت عرضيه، الصوره اللي فوق جايه اللي تحت هتلاقي انه اللاعب بيلعبها براسه، وبالتالي في خلل واضح جدا في مشكله التغطيه العكسيه. تمام، اذا التغطيه العكسيه هي واحده من اهم نقاط الضعف اللي موجوده في منتخب جنوب افريقيا طول عمر جنوب افريقيا كده. طبعا ولازم نستغلها، انت النهارده انت بتتكلم في نقاط قوه مصر الكرات العرضيه، اهدافنا كلها النهارده اربع اهداف كرات عرضيه، هدفين ضربات ركنيه، فدي سلاح مهم جدا ان شاء الله لما يبقى نقطه قوه مصر هنا ونقطه ضعف جنوب افريقيا هنا نقدر ان شاء الله ان احنا نستغلها. عموما انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور احمد، ان شاء الله ولنا لقاء بعد نهايه هذه المباراه باذن الله. شكرا وبالتوفيق باذن الله لمنتخب مصر. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هلتقي بثلاثه من نجومنا الكبار، النجم الكبير الكابتن فتحي نصير، النجم الكبير الكابتن محمد حشيش، والنجم الكبير الكابتن احمد بلال. هنتكلم عن النواحي الفنيه لمنتخبنا الوطني في هذا اللقاء بعد الفاصل. نجومنا الكبار. We'll be right back.